un gain important pour les entreprises et des facilités pour la clientèle qui, au lieu de se déplacer au niveau des agences, peut, à partir d'un micro, réaliser le paiement sans se déplacer. Donc, c'est un gain aussi de temps très important. أصبح بإمكاننا فتح هذه الخدمة لصالح الشركات التي تقترح دفع الفواتير عن بعد وشركات قطاعي النقل والتأمين. ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بمؤسسة لتوزيع المياه، شركة طيران وشركتا تأمين، زيادة على متعامل الهاتف النقال والثابت الذين أصبحوا جاهزين لذلك. مؤسسات أخرى سينطلق في التحضير لإدماجها، وأخص بالذكر مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ومؤسسات توزيع المياه الأخرى المتبقية، زيادة على وكالة عدل وشركات نقل وتأمين أخرى.